أكد رئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة عبر الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. وقد وجه الرئيس خلال حضوره نموذجا لمحاكاة الاتحاد الأفريقي، وجه وزارة الخارجية بالتواصل مع الراغبين من شباب القارة لحضور أنشطة وبرامج الأكاديمية. احنا كمان لأشقائنا في أفريقيا احنا مستعدين، العدد اللي مطلوب ان احنا نصد عليه بتوصيات من شباب الأكاديمية أو البيئة اللي بيه دلوقتي أو الشباب الرئاسي، أنا مصدق أو أنا موافق على أن هم يكون نوجه دعواتنا باسم الأكاديمية الوطنية المصرية لدول القارة من خلال وزارة الخارجية عشان يبقى موجود معنا أشقاء من أفريقيا يتعلموا معنا ويسمعوا معنا ونتناقش، ونبقى في شكل من أشكال التواصل من خلال منبر الأكاديميين.